مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر ايلول سبتمبر؟ اليوم القمر مرافقنا بعده من برج الحمل حتى الساعة 3 بعد الظهر توقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج الثور الترابي وبتتحلى ساعتها الامور والاجواء للابراج الترابية. نهارنا تقريبا مقسوم الى قسمين، الا يلي عم يتابعني من القارة الامريكية ساعتها القمر من الصبح بدكم تعتبروه موجود ببرج الثور الترابي. كيف بدها تكون الاجواء اليوم؟ البداية مع برج الحمل، بداية النهار طبعا ومع وجود القمر ببرجكم، أجواء كتير قوية ونشيطة جدا 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 تعزز موقع مواليد برج الحمل. حتى لما بينتقل القمر لبرج الثور بنضلكم أقوياء، حتى يمكن تقووا شوي زيادة لأنه المثلث الفلكي اللي رح بيصير بين القمر والشمس رح يترك تأثيرات كتير رائعة عندكم. وتذكروا أنه كوكب المشتري بعده موجود ببرجكم وبعد الأجواء ممتازة ومطولة، يعني كوكب المشتري قصته سنة تقريبا، وبالتالي بعد الأجواء ممتازة عند مواليد برج الحمل. اليوم نهار رائع خاصة لمواليد العشرية الثالثة ومواليد 26-27 أدار مارس. ننتقل لبرج الثور. مواليد برج الثور، الجو اليوم عندكم بطيء 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 لحتى يوصل القمر لبرجكم الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت، عندئذ بتصير الأمور أكثر من رائعة، أكثر من رائعة، ممتازة جميلة جدا جدا جدا. مثلث فلكي بين القمر وبرجكم، وأيضا في عنا القمر اللي هو برجكم والشمس والزهرة الموجود ببرج الشمس، وعندنا طبعا مثلث من الكوكب بلوتو. أجواء رائعة جدا بتخلي هذا اليوم يكون بداية لحقبة أو لمرحلة رائعة جدا جدا، لكن بدكم تنتبهوا كل شيء والقمر موجود ببرج الحمل، بدكم تكونوا دقيقين وحذرين وغير متسرعين. منروح لبرج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء هذا اليوم مقسوم الى قسمين، الجزء الافضل هو لما القمر بيكون ببرج الحمل، فلحقوا حالكم خاصه يلي عم يتابعني من القاره الامريكيه، لانه لما القمر بيروح لبرج الثور ومع مربع من الشمس من برج العذراء، في احتمال انه تشعروا بتعب وبقلق وبتراجع، تراجع معنوي نفسي، بتزهقوا بسرعه ومعقوله تتخلوا عن بعض الامور وتتراجعوا وتغيروا رايكم، فبدكم تكونوا حذرين. وجود القمر في برج الثور هو وجود صحيح مؤقت لكن معقول يسبب مشاكل، فكونوا جدا حذرين، خاصة يلي عنده طاقات من كوكب المريخ، يعني تحديدا عم بحكي عن مواليد 2 3 و 4 حزيران يونيو، يكونوا جدا حذرين. منروح لبرج السرطان. أجواء حلوة، تتحول هذه الأجواء من جيدة إلى جيدة جدا. مواليد برج السرطان أجواءكم رائعة، أقوياء مهمين جدا جدا، هنالك تناغم كتير قوي معكم، أجواء كتير مهمة تسمح لمواليد برج السرطان يكونوا مهتمين بأمورهم، منطلقين مندفعين، مش زهقانين بتاتا، بالعكس في عندهم قصص بلشوا يفكروا فيها، وحتى يمكن يصير في عندكم بعض الاهتمامات الجديدة، يمكن حتى تخترعوا بروجرام مشروع لألكم ومشروع كتير مهم لمستقبلكم القريب والبعيد. أجواء كتير مهمة معكم، كلكم محظوظين خاصة 27-28 حزيران يونيو. منروح لبرج الأسد. مواليد برج الأسد بعتبر أنه بداية هذا اليوم مشجعة جدا، أجواءكم حلوة، مدعومين 200%، القمر الموجود ببرج الحمل ثم في برج الثور جيد جدا. أول شيء القمر بيكون عم بيشكل من برج الحمل مثلث مع برجكم، بعدين هو القمر من برج الثور عم بيشكل مثلث مع الشمس، يعني بتضل الأجواء حلوة ومرتبة منا سلبية، مع أنه أنا طبعا بفضل أنه يكون مواليد برج الأسد مهتم بحالة، رايقة أكثر، واعية أكثر على حالة، خاصة لما القمر بيصير في برج الثور. لكن ما تعتلوا هم، المسؤولية موجودة، التقل عليكم والعيون عليكم لحتى تعطوا أفضل نتيجة، فما تقصروا وما رح تقصروا. 28-29 تموز يوليو فيهم يكونوا الأكثر حظاً. منروح لبرج العذراء. هنالك تحول كتير مهم عند مواليد برج العذراء، هنالك ايجابيات حلوه كتير كتير ومهمه. مواليد برج العذراء القمر يلي بيوصل لبرج الثور بعد الظهر رح يزلغط لكم، اتمنى الاجواء رح بتكون رائعه، احتفال، نجاح، تقدم، اخبار ساره، اشياء ناطرينه، عالقه ناطرينه، ناطرين يعني قاعدين على الاحر من الجمر، مفروض بلش الامور تتسهل. لما القمر بيكون ببرج الحمل الجو ليس سلبيا، فما تعتلوا هم، فما تنزعوا أجواء، بالعكس
كملوا بطريقة كتير ناجحة وراكزة وما تستسلموا، وضلكن مخليين راسكن مرفوع، الأجواء ممتازة، كلكن محظوظين. بشكل خاص 1، 2، و3 أيلول سبتمبر، هيدي تأثيرات كوكب الزهرة. منروح لبرج الميزان. مواليد برج الميزان، الجو اليوم يتحلى شوي، يتحسن شوي، بس لما يزيح شوي هالقمر من برج الحمل لحتى تتنفسوا الصعداء. اجواء حلوه، يمكن مكشرين شوي، مزعوجين شوي، متضايقين شوي، يمكن ما عارفين ليش، مزاجكم غامض، انتم اليوم غامضون جدا جدا، امبارح يعني يوم الاثنين كنتوا غامضون جدا، فالاجواء متقلبه. حذره للاشخاص اللي عم بيتعاملوا معكم، اللي عايشين معكم، فكونوا حذرين لحتى الناس ما تفهمكم غلط. مواليد برج الميزان هنالك بعض التحسن ابتداء من الساعه 3 بعد الظهر توقيت بيروت. ننتقل لبرج العقرب. مواليد برج العقرب، الجو اليوم عندكم حلو حلو، ويمكن يتحول الى لا باس به اذا انتم ما حطيتوا حالكم بالزاويه، يعني ما سمحتوا لحالكم انكم تحشروا حالكم بمواقف، تحطوا حالكم بمواقف محرجة، فكونوا حذرين مواليد برج العقرب، لأنه وصول القمر الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت لبرج الثور بيحول الأجواء إلى حذرة، إلى مزعجة شوي، إلى تقيلة، ويمكن الفرحة اللي محضرينها يمكن تأجلوها شوي بس لحتى يتحسن مزاج أحد الأشخاص، فكونوا منتبهين، كونوا حذرين وضلكم واعيين، الجو ليس سلبي لكن الحل بإيدكم، التوجه بإيدكم. منروح لبرج القوس. مواليد برج القوس، جو ممتاز مع تأثير القمر من برج الحمل طبعا الناري، لأنه التأثيرات أكثر من رائعة، أكثر من مهمة، هنالك أجواء إيجابية، هنالك أجواء حلوة، هنالك أجواء مرتبة، هنالك توافق معكم، هنالك فكرة حلوة معكم. مواليد برج القوس، القمر من برج الحمل، القمر من برج الحمل بيعطيكم دعم مادي، دعم نفسي، دعم يمكن يكون حتى هذا الدعم من ناحية الأمور الحياتية والمهنية، وحتى مع وجود كوكب المشتري إلى جانب هذا الدعم رح بتكون الفرصة كتير كبيرة. فإذا عندكم شيء وعتلانين همه يوم الثلاثة ما تعتلوا هم، لأنه الأمور مفروض تتيسر، كلكم محظوظين خاصة لما القمر بيكون ببرج الحمل. منروح لبرج الجدي. موالي برج الجدي، هنالك تحول 180 درجة تقريبا لصالحكم مع وصول القمر الساعة 3 بعد الظهر توقيت بيروت لبرج الثور، رح بيصير في نوع من فرحة وسهرة وهيصة وجو احتفالي جدا، الأجواء معكم 200%، لكن حاولوا كل شيء والقمر موجود ببرج الحمل انكم تكونوا هادين ورايقين وتبعدوا عن إثارة أي مشكل، لأنه بصراحة ما انكم محتاجين أبدا لحتى تنزعوا هالحفلة، تنقول الجو الحلو اللي رايحين عليه، جو فرحة ونجاح هائل. فرجاء مواليد برج الجدي خلوكم عاقلين، انطروا وصول القمر لبرج الثور، تابعوا برجكم الاسبوعي، انتم ناجحون جدا 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 ومتميزون متميزون. منروح لبرج الدلو. مواليد برج الدلو، الجو انا بفضل لمواليد برج الدلو بفضل الجو لما القمر بيكون ببرج الحمل، الجو ببرج الحمل، الجو لما القمر بيكون ببرج الحمل هو جو مساعد بناء، مسرع للامور، منفذ للامور، وبتتكرر الامور وبتمشي الامور بطريقه ممتازه سريعه ومهمه، بتخلي مواليد برج الدلو يكونوا فعلا مسؤولين عن قصه معينه لحتى يزبطوها ويريحوها وينفذوها، لذلك انتم محط الانظار ومحط ثقه. لما القمر بيروح لبرج الثور بتهدى شوي هذه الاجواء، و نوعا ما بفضل او بتفضل مواليد برج الدلو يبتعدوا شوي عن العجقه والضجه، ويمكن بأجلوا بعض مواعيدهم لغير يوم، فلا باس بذلك. منكمل مع برج الحوت. مواليد برج الحوت، يوم حلو كتير، ببلش جيد وبصير أحلى وأحلى، ببلش هادي وشغل بسيط مثلا، بعدين ببلش الركض والتنفيذ، يعني يمكن الصبح في تمهيد وتحضير، والتنفيذ هو مع لحظة وصول القمر لبرج الثور، وبيمتد هذا الجو ليوم الأربعاء والخميس، فأنتم أقوياء جدا. مواليد برج الحوت الكلمة بتقولوها بتكون رنانة وإلى وقع ولا أروع من هيك، فرجاء رجاء يكون تحضيركم مميز مدروس 100%، لأنه نجاحكم صارخ
مهم جدا. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنة ترتيب، سنة نجاح، سنة قيادة وإدارة رائعة جدا. يمكن يكون في عندكم أسفار بانتظاركم، سفر بانتظاركم، سفر بعيد، سفر قريب، وهنالك انفتاح تام نحوكم. بدكم تعرفوا تكونوا شاطرين وتستفيدوا من هذه الأجواء. بنتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء. باي باي.